حبايبنا طلبة سكندري 1 أولى ثانوي لغات، أهلا بيكم. النهاردة معانا أول درس من دروس الألجبرا، وهو An Introduction in Complex Numbers. طيب دلوقتي لو عندنا equation بتقول x power 2 plus 1 equals 0، وكنا عايزين نحل الإكويجن دي، نعمل ايه؟ بطريقتنا العادية خالص، هنحذف ال 1 هناك، يبقى معنى كده ان x power 2 equals 0 minus 1. كلام جميل. يبقى معنى كده ان x power 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. ممتاز. يبقى معنى كده عشان نتخلص من الباور 2 لازم اخد الروت، بس بوزيتيف ونيجاتيف روت نيجاتيف 1. لحد السنه اللي فاتت اللي هي بريب 3 كنا بنقول ان دي كده ريفيوزد، وده كلام صح لان مفيش روت لعدد نيجاتيف في الريل نمبرز. طيب نتصرف ازاي؟ قالوا بقى ان روت نيجاتيف 1 ده هو عدد imaginary. يعني ايه imaginary؟ يعني عدد مش حقيقي. يعني ايه imaginary؟ يعني عدد مش حقيقي. ده مش حقيقي، فاطلقوا عليه اسم ايه بقى؟ قالوا ان ال x equals positive and negative i. يبقى ايه هي ال i؟ ال i جاء من كلمة imaginary يعني مش حقيقي، وال i دي عبارة عن root negative 1. يبقى الاي اسمها روت نيجاتيف 1. يبقى معنى كده ان انا ممكن اقول هنا ان الاكس ايكوالز بوزيتيف اند نيجاتيف اي. يبقى اول معلومه عندنا في الدرس هي ايه؟ ان روت نيجاتيف 1 اسمه اي. طيب لو قلت لحضراتكم ان اي باور 2، الاي باور 2 دي هتطلع كام؟ الاي باور 2 ان انا هحط على روت نيجاتيف 1 ده باور 2، الباور 2 ده بيعمل ايه؟ بيشيل الروت. يبقى معنى كده ان الاي باور 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى دول اهم معلومتين في بدايه الدرس بتاعنا، ان الاي هي روت نيجاتيف 1 والاي باور 2 بنيجاتيف 1. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان روت نيجاتيف 1، روت نيجاتيف 1 وده سابقا في المراحل السابقه يعني ايه كنا بنقول عليه ريفيوزد، النهارده روت نيجاتيف 1 اسمه اي، والاي باور 2 ايكوالز نيجاتيف 1. كلام جميل. طيب لو جه قال لي روت نيجاتيف 2 هتصرف مع دي ازاي؟ هتصرف معاها ان النيجاتيف ده هيبقى اسمها اي، طلعها اي اهي، ودي يبقى اسمها روت 2، يبقى دي اسمها روت 2i. يبقى انا طلعت النيجاتيف اللي تحت الروت دي بقى اسمها ايه؟ i، وسبت ال 2 تحت الروت عادي. طب روت نيجاتيف 5 مثلا يبقى اسمها روت 5i. طب روت نيجاتيف 10 يبقى اسمها روت 10i. كلام جميل. يبقى اذا انا دلوقتي لما اجي اتعامل مع الروت لعدد نيجاتيف نمبر نيجاتيف اه بعمل ايه؟ بطلع اي اللي هي روت نيجاتيف 1، والروت 10 تفضل زي ما هي. طيب لو قال لي مثلا روت نيجاتيف 4، كلام جميل، هنطلع النيجاتيف دي اسمها اي. طيب يبقى اسمها روت 4i. طب ال 4 لها روت؟ اه، لان ده من السكوير نمبرز، يبقى اسمها 2i. يبقى ناخد بالنا من القصص دي. طيب حاجة تانية، لو قال لي روت نيجاتيف 8 ماشي، برضه هيبقى اسمها روت 8i. كلام جميل. ال 8 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 روت 2، يبقى اسمها 2 روت 2i. يبقى انا لازم اتعلم ازاي اتعامل مع الروت لعدد نيجاتيف. ماشي. عندي بقى نوت مهمة جدا في الجزئية دي، وهي لو سألت حضراتكم روت نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 او روت نيجاتيف 1 تايمز روت نيجاتيف 1، ايه الفرق بين التو شيبس دول، الشكلين دول ايه الفرق بينهم؟
لو جيت افك دي فدي هتطلع كام؟ نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 يبقى الروت بوزيتيف 1 اللي هي كام؟ 1. ما هو نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف 1 تايم 1 ب 1 يبقى اسمها روت 1 اللي هو كام؟ 1. طب دي معناها الروت نيجاتيف 1 اللي هي اي وروت نيجاتيف 1 اللي هي اي، يبقى اي تايمز اي اللي هي اي بار 2، لان في حاله التايمز بنجمع الباورز. طب الاي بار 2 دي اللي هي كام؟ نيجاتيف 1. الله، ده اجابتين مختلفين. فعلا اجابتين مختلفين. الروت اللي تحته نيجاتيف ده ما ينفعش اوزع الروتس عليهم في العمليات دي. يعني ايه؟ يعني كان عندنا سابقا لما اجي اقول لحضراتكم روت 2 تايمز روت 3، فقلت احط روت كبير واحط تحته 2 تايمز 3، يعني دي يبقى اسمها روت 6. الكلام ده صح لما يكون اللي تحت الروت بوزيتيف نمبرز، انما لما تحت الروت نيجاتيف نمبرز ما فكهمش، ما احطش روت كبير واحط نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1، ده غلط. بالنسبه للايماجينري نمبر دي اول ملحوظه عندنا او اول نوت، very important note. every important note ملحوظه مهمه جدا، ان انا لما اجي احط روت نيجاتيف 1 تايمز روت نيجاتيف 1 ما اقومش حاطط روت كبير واحط تحت نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1. يعني القوانين العاديه بتاعت الروتس اللي هي دي ما ينفعش تنطبق على القصه دي. يعني لو قلت لحضراتكم روت نيجاتيف 2 تايمز روت نيجاتيف 1، الريزلت بتاع دي المفروض تبقى كام؟ نشوف كده. روت نيجاتيف 2 اللي هي روت 2 اي، يبقى انا دلوقتي عشان ما لخبطش نفسي هفك كل واحده من دول لوحدها، نفك كل واحده من دول لوحدها، يبقى دي اسمها روت 2 اي تايمز اي، ما هو روت نيجاتيف 1 اللي هو اي، يعني دي اسمها روت 2 اي باور 2، ما هو اي تايمز اي باي باور 2. الاي باور 2 اللي هي كام؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 تايمز روت 2 يبقى اسمها نيجاتيف روت 2. طيب لو انا فكيتها بقى ان انا حطيت روت كبير وحطيت تحته نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1، فالاجابه هتطلع روت 2. يبقى خد بالي من القصه دي مهمه جدا، ان انا قوانين الروتس العاديه لا تنطبق على القوانين بتاعت الايمجنري نمبرز او الكومبلكس نمبرز. ناخد بقى حاجات أساسية في الدرس. احنا اتفقنا ان الاي هي روت كام؟ روت نيجاتيف 1، وان الاي باور 2 بكام؟ بنيجاتيف 1. دي الأساس. طيب لو جه سألني وقال لي اي باور 3 اتصرف معاها ازاي؟ الاي باور 3 هي نفسها اي باور 2 تايمز اي. كلام جميل. يعني انا فكيت ال 3 دي ل 2 بلس 1، لان في حاله التايمز بنعمل بلس للباورز. طيب الاي باور 2 دي اللي هي كام؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 تايمز اي يبقى اسمها نيجاتيف اي. كلام رائع. طب الاي باور 4؟ الاي باور 4 ممكن اخليها اي باور 2 تايمز اي باور 2. طب الاي باور 2 بكام؟ نيجاتيف 1 تايمز اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1، يبقى اي نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 اللي هي بوزيتيف 1. طب الاي باور 5؟ مش الاي باور 5 دي ممكن افكها لاي باور 2 تايمز اي باور 2 تايمز اي باور 1؟ ما هي اي هي نفسها اي باور 1. يعني انا فكيت ال 5 لايه؟ 2 بلس 2 4 بلس 1 5. يبقى الانسر بتاعتي كام؟ اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1 تايمز اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1 برضو تايمز اي باور 1 اللي هي اي. يبقى الانسر بتاعتي نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 اللي هي 1 تايمز اي يبقى اسمها اي. طيب اي باور 6 انا ممكن اخليها اي باور 2 تايمز اي باور 2 تايمز اي باور 2، لان 2 بلس 2 بلس 2 ايكوالز 6. كلام جميل. طيب الاي باور 2 دي بكام؟ دي نيجاتيف 1 تايمز اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1 تايمز اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1.
negative times negative positive, positive times negative negative, 1 time 1 time 1 ب 1. تمام. طب ال i power 7 هتبقى i power 2 times i power 2 كده 4 times i power 2 كده i power 6 times i power 1 تبقى i power 7. تمام. فال i power 2 اللي هي كام؟ ال i power 2 زي ما اتفقنا هي negative 1 times i power 2 negative 1 times i power 2 اللي هي negative 1 times كام؟ times i. كلام جميل. negative 1 times negative 1 positive 1 times negative 1 بنيجاتيف 1 negative 1 times i يبقى اسمها negative i. ماشيين واحدة واحدة. طيب i power 8 مش ال i power 8 عبارة عن i power 2 times i power 2 times i power 2 times i power 2. لما نيجي نجمع الباورز دي 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8. طيب دي هتبقى كام؟ i power 2 اللي هي negative 1 times i power 2 اللي هي negative 1 times i power 2 اللي هي negative 1 times i power 2 اللي هي negative 1. يبقى negative 1 times negative 1 positive 1 times negative 1 negative 1 times negative 1 تبقى positive 1. الله. ده كده الموضوع ماشي بطريقة سيستم، في نظام هنا. طيب ايه النظام اللي عندنا؟ هنشوفه دلوقتي لان هم عملوا لها قاعدة ازاي افك اي باور اي حاجة. احنا عندنا اساسيات عشان نقدر نفك اي باور اي حاجة. الاساسيات دي هي ايه؟ ان روت نيجاتيف 1 هو الاي، وان النيجاتيف 1 هو اي باور 2، وان الاي باور 3 ايكوالز نيجاتيف اي، وان الاي باور 4 ايكوالز 1. احنا لسه جايبين احنا استنتجنا الحاجات دي ازاي. يبقى دي البيس بتاعتي، روت نيجاتيف 1 اللي هي اي، واي باور 2 بنيجاتيف 1، واي باور 3 بنيجاتيف اي، واي باور 4 بكام؟ ب 1. كلام جميل. طيب القاعده بقى اللي هم حطوها عشان يفكم اي باور ارقام كبيره بيج نمبرز، قال لحضرتك لو انا جيت عملت اي باور 4 ان. يعني ايه اي باور 4 ان؟ يعني اي باور 4 تايمز حاجه. زي ايه؟ زي اي باور 12 مثلا. مش دي اسمها اي باور 4 تايمز 3؟ قالوا لحضراتكم طالما الباور ده موجود في جدول الفور، اذا الناتج هيطلع كام؟ 1. يبقى اذا لو الباور بتاع الاي موجود في جدول الفور مالتيبل للفور، يبقى الناتج بتاعي 1. طيب لو جه قال لي اي باور مثلا 16، ال16 دي موجوده في جدول الفور؟ اه موجوده في جدول الفور، لان 4 تايمز 4 ايكوال 16، فالاجابه على طول هتطلع كام؟ 1. طب لو اي باور 15، حلو الاي باور 15 دي لو انا عملت 15 ديفايد 4، لو عملت 15 ديفايد 4، ال 15 فيها كام 4؟ فيها 3 4s، ويتبقى كام؟ الريميندر كام؟ يبقى دي اسمها اي باور 3. اجين كده يعني الاي باور 15، ال 15 لما اعمل لها ديفايد 4 الريميندر كام؟ لو ما اعمل 15 ديفايد 4 الريزلت هتطلع 3 والريميندر 3. يبقى انا هتعامل مع الريميندر ده، يعني هحط الباور هو الريميندر لما عملت ديفايد 4، يبقى اي باور 3 اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف اي. تمام. طب لو قلت اي باور 17، اي باور 17 اشوف بقى هعمل 17 ديفايد 4، 17 ديفايد 4 هيديني كام؟ لو عملنا 17
divided 4 الريزلت هتطلع اندر كام؟ 1. ما هو انا الديفيجن دي بتتعمل ازاي بمجرد النظر كده؟ في حاجه تايمز 4 تديني 17؟ لا، فهصغرها اخليها 16. في حاجه تايمز 4 تديني 16؟ اه 4 اهو. يبقى 4 تايمز 4 16، زود 1 تبقى 17. يبقى انا بشتغل مع الريميندر، يعني اي باور 17 هي نفسها اي باور 1، يعني هي نفسها اي. يبقى ناخد بالنا من القصص دي. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل ديفايد 4، والله الباور بتاعي طلع في تيبل الفور، يعني مالتيبل للفور، اذا الناتج بتاعي هيطلع 1. طيب لو ما طلعش في التيبل بتاع الفور او في جدول الفور، يبقى هشوف الريميندر لما اعمل ديفايد 4. الريميندر هو اللي انا بتعامل معاه وبعوض بالاساسيات بتاعتنا دي. طيب واحده ثانيه كده، لو قال مثلا اي باور 64 مثلا، تمام، ال 64 ده لو عملت لها ديفايد 4 هتديني عدد صحيح؟ هتديني عدد صحيح، يعني دي اصلا عباره عن اي باور 4 تايمز 60. يعني اذا ال 64 من المالتيبلز بتاعت الايه؟ ال 64 من المالتيبلز بتاعت الفور. طالما من المالتيبلز بتاعت الفور يبقى هتطلع 1. طيب اي باور 82 مثلا، كلام جميل. الاي باور 82 ده، ال 82 دي لو عملت لها ديفايد 4 الريميندر هيطلع كام؟ طب نشوف كده اهو، 82 لو عملت لها ديفايد 4 الناتج هيبقى 20 والريميندر 2. جت منين؟ ال 80 ديفايد 4 ب 20، زود 2 تبقى 82، الريميندر 2. 82 هي نفسها اي باور كام؟ باور 2 اللي هي نيجاتيف 1. يبقى اذا القصه اللي عندي كلها ان انا بشوف الباور ده لو موجود في تيبل الفور كناتج، يعني من المالتيبلز بتاعت الفور، يبقى الناتج بتاعي هيطلع 1. طب لو مش من المالتيبلز بتاعت الفور هعمل له ديفايد 4 واشوف الريميندر، هو ده اللي انا هتعامل معاه في كل مره زي ما احنا شايفين. ناخد بالنا من التو اكزامبلز دول كده وازاي هنتعامل معاه. هنا بيقول روت نيجاتيف 2 تايمز روت 2، ماشي، احنا اتفقنا ان انا ما ينفعش اوزع الروت كده، لا هفك كده لوحده، فده هيبقى اسمه ايه؟ اسمه روت 2 اي تايمز روت 2، كلام جميل. روت 2 تايمز روت 2 بكام؟ اللي هي 2، يبقى 2 دي هتتعمل تايمز اي، يبقى الريزلت بتاعت او الاجابه الانسر بتاعت الكويشن ده اسمه 2i. اخد بالي من دي، يبقى انا فكيت دي لوحدها اسمها روت 2i تايمز روت 2، عملت روت 2 تايمز روت 2. لازم اكون فاهم ان روت حاجه تايمز روت حاجه بيديني الحاجه من غير روت، لان هي نفسها روت 2 باور 2، روت 2 باور 2 اللي هي 2، والاي هيبقى اسمها 2i. طب نشوف دي، هل في حد ممكن يقول هحط روت كبير واحط تحته نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 5 تايمز نيجاتيف 1؟ اقول له سوري، غلط، الكلام ده مش مظبوط. ليه الكلام ده مش مظبوط؟ لان انا اتفقت مع حضراتكم، يبقى الكلام ده رونج. المفروض ايه الصح بتاعه؟ الصح بتاعه ان انا هفك ده لوحده، طبعا هطلع النيجاتيف يبقى اسمها اي، وروت 5 زي ما هي يبقى اسمها روت 5 اي تايمز نفس القصه روت 5 اي تايمز روت نيجاتيف 1 اللي هو اي، كلام جميل. يبقى روت 5 تايمز روت 5 اللي هي كام؟ 5. واي تايمز اي تايمز اي اللي هي اي باور كام؟ اي باور 3، كلام جميل. يبقى الانسر بتاع دي الاي باور 3 بكام؟ بنيجاتيف اي، يبقى الناتج بتاعي اسمه نيجاتيف 5 اي. الاي باور 3 اسمها نيجاتيف اي وفي 5 اهي، يبقى الريزلت بتاعت القصه دي اسمها نيجاتيف 5 اي. ناخد بالنا من حكايه فك الروت اللي تحته نمبر نيجاتيف،
بالنا من البروبلمز دي وازاي نتعامل معاها. بيقول لي هنا اي باور 8 بلس اي باور 12. الاي باور 8 ال 8 دي موجوده في تيبل ال 4، يعني هي ال 8 مالتيبل لل 4. لان في 4 تايمز 2 يديني 8، يعني ينفع اقسمها على ال 4 ما يدينيش ريميندر. هي دي معناها اي باور 8 هتديني 1. ال 12 موجود في تيبل 4 موجود، لان في 4 تايمز 3 يبقى اذا دي 1 برضو، يبقى 1 بلس 1 ايكوالز 2، وهي دي الانسر بتاعت اي باور 8 بلس اي باور 12. طيب نشوف دي كده. اي باور 9 لو انا عملت 9 ديفايد 4 الريميندر يبقى كام؟ اي باور 9 لو عملت 9 ديفايد 4 الناتج هيديني 2 والريميندر 1، يبقى دي اسمها اي باور 1 اهي اللي هي اي يعني. طيب دي اي باور كام؟ اي باور 3. الاي باور 3 دي من الاساسيات بتاعتنا اللي هي اسمها نيجاتيف اي، يبقى اي بلس نيجاتيف اي اللي هي كام؟ اللي هي 0. ناخد بالنا من موضوع ازاي نفك الاي باور اي حاجه. ناخد بالنا بقى من الاكزامبلز دي كده. هو هنا طبعا دي البيس الاساس بتاعنا اللي احنا بنبني عليه، ان اي باور 2 نيجاتيف 1، اي باور 3 نيجاتيف اي، اي باور 4 باور. ماشي، القصه فين بقى؟ ان هو لو جه قال لي اي باور نيجاتيف 1 مثلا، الباور النيجاتيف ده بيعمل ايه؟ بينزل ده تحت، بينزل البيس تحت، يبقى اسمها 1 اوفر اي باور 1، يعني 1 اوفر اي. كلام جميل. دي معناها 1 اوفر كام؟ 1 اوفر اي. طيب اتصرف مع القصه دي ازاي؟ نتصرف معاها ان احنا نخلي ال1 ده اي باور حاجه. ازاي؟ مش انا قلت ان الاي باور حاجه مالتيبل لل4 ايكوالز 1؟ طيب يبقى انا هختار اخلي ال1 ده هو اي باور 4. طب اشمعنى اخترت اي باور 4 ما اخترتش اي باور 8 مثلا؟ لان الفور هي اصغر باور يديني 1، وبشرط تاني ان يكون اكبر مباشره من الباور اللي تحت. يعني يعني انا لو اخترت اي باور 8 هيبقى بعيد جدا عن اي باور 1، انما انا عايز دي برضو تساوي 1 وفي نفس الوقت تبقى هي اللي بعد مين؟ بعد ال1 على طول ومالتيبل للفوق، فانا اخترت اي باور 4. طيب يبقى دي اي باور 4 اوفر اي. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ القصه كلها ان انا حولت ال1 لاي باور حاجه. طبعا لازم يكون الباور بتاعي ده مالتيبل للفور. كلام جميل. مالتيبل للفور، اختار المالتيبل بتاع الفور اللي اكبر مباشره من الباور اللي تحت. طيب في حاله الديفايد مش بعمل ماينس للباورز، يعني دي اسمها اي باور 4 ماينس 1، يعني اسمها اي باور 3. كلام جميل. الاي باور 3 اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف اي. يبقى القصه بتاعتنا اتحلت ازاي؟ ان انا بخلي ال1 ده اي باور حاجه. طيب نشوف واحده ثانيه كده. لو مثلا قال لي اي باور نيجاتيف 3، حلو، انا قلت الباور النيجاتيف ده بيعمل ايه؟ بينزل ده تحت، يعني دي اسمها 1 اوفر اي باور كام؟ 1 اوفر اي باور 3. انا عايز اخلي ال1 ده اي باور حاجه، اختار اي باور كام؟ اكيد هختار اي باور حاجه اكبر من ال3 مباشره وفي جدول ال4، يبقى هختار اي باور 4 اوفر اي باور 3، يبقى اسمها اي باور 4 ماينس 3 اللي هي اي باور 1. طيب اي باور نيجاتيف 9 مثلا، نفس الحكايه، هنزل تحت اي باور 9. ما هو الباور النيجاتيف ده لازم افتكره ان هو بينزل البيس تحت ويبقى الباور بوزيتيف. كلام جميل. وفوق كام؟ فوق هيبقى 1. طب ال1 ده اخليه اي باور كام؟ ينفع اخليه اي باور 4؟ لو خليته اي باور 4 ما هو فعلا اي باور 4 ب1، بس لو عملت ماينس هيديني اي باور نيجاتيف، يبقى انا ما عملتش حاجه. يبقى انا لازم اختار
مالتيبل للفور يعني دي اي باور كام؟ نشوف كده 4 تايمز 1 4 قلنا الفور مش هتنفع لان لو عملت 4 ماينس 9 هيديني نيجاتيف 5 يعني اي باور نيجاتيف 5 يبقى انا ما حلتش القصه. طيب لو عملت 4 تايمز 2 8 يعني دي لو خليتها اي باور 8 ما هي اي باور 8 ب 1 بس لو عملت 8 ماينس 9 هيديني نيجاتيف 1. طيب لو عملت 3 تايمز 4 هيبقى اسمها 12 يبقى دي ممكن احطها اي باور 12 اوفر اي باور 9 وهتبقى الناتج بتاعي اي باور 12 ماينس 9 اللي هي اي باور 3 اللي هي نيجاتيف اي حسب البيس. الاساسيات اللي احنا اتكلمنا عنها مهمه جدا. طيب اي باور نيجاتيف 25 بدأنا نكبر القصة دي عبارة عن 1 over i باور 25 ال 1 ده اخليه i باور كام؟ لازم يبقى i باور حاجة في جدول الفور مالتيبل للفور. طيب لازم اكون بقى ذكي ولماح جدا في القصة دي اختار مين؟ نجرب كده 4 تايمز 5 ب 20 طب لو حطيتها i باور 20 اقل من ال 25 ما ينفعش. طيب 4 تايمز 6 ب 24 مش هتنفع برضو لان هي اصغر من ال 25. طب 4 تايمز 7 ب 28 هي دي يبقى دي 28 اوفر اي باور 25 يبقى دي اسمها اي باور 28 ماينس 25 اللي هي اي باور 3 اللي هي نيجاتيف اي. لازم اركز في القصص بتاعتنا دي كويس. بيقول هنا اي باور 4n بلس 1 والn ده من الانتجرز ده كويستشن وده كويستشن تاني. دلوقتي الباور لما يبقى فيه بلس اعمل ايه المفروض؟ المفروض ان دي عباره عن اي باور 4n تايمز اي باور 1 لان في حاله التايمز بنعمل بلس للباورز دي. طيب الاي باور 4n دي اللي هي كام؟ يعني ايه 4n؟ يعني 4 تايمز n يعني هي من المالتيبلز بتاعت ال 4. يعني ال n دي لو ب 1 هتبقى اسمها i باور 4، ال n ب 2 يبقى i باور 8، n ب 3 i باور 12 and so on يبقى كلهم مالتيبلز لمين؟ لل 4. i باور 4n تايمز i باور 1 احنا قلنا طالما الباور هو مالتيبل لل 4 يبقى الريزلت بتاعتها 1 حسب البيس اللي عندنا. يبقى دي اسمها 1 تايمز اي اللي هي كام؟ اه يبقى الريزلت بتاعت دي طلعت اي. طيب دي اي باور 4n ماينس 1 دي معناها ان هي اي باور 4n ديفايد مش تايمز بقى. ديفايد كام؟ ديفايد اي باور 1 لان في حاله الديفايد بعمل ماينس للباورز. ناخد بالنا من الحكايه دي. ده بريب 1 طبعا شغل بريب 1 اللي هو النيجاتيف انتجر باورز. طيب الاي باور 4n دي مش اللي هي 1؟ لان دي من المالتيبلز بتاعت ال 4 اي باور 1 اللي هي اي. اتصرف مع دي ازاي؟ انا قلت انا هخلي ال 1 ده اي باور 4 تايمز حاجه فهتبقى اي باور 4 تايمز 1 اللي هي اي باور 4 اوفر اي يبقى دي اي باور 4 ماينس 1 اللي هي اي باور كام؟ 3 اللي هي نيجاتيف اي. السؤال بيقول سمبليفاي روت نيجاتيف 3 تايمز روت 2 اوفر روت 6. نتصرف ازاي؟ روت نيجاتيف 3 دي اللي هي اسمها روت 3 اي تايمز روت 2 كل ده اوفر روت 6. كلام جميل. دلوقتي الاي دي هنخليها زي ما هي. انا دلوقتي اقدر اتعامل مع روت 3 تايمز روت 2 احطهم تحت روت كبير لان هما كده الروتس دي بوزيتيفز يبقى تتعامل بقوانين الروتس العاديه. دي اوفر روت كام؟ 6. فهي دي انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت روت، حطيت فيه 3 تايمز 2 وحطيت الاي بره اوفر روت 6 فدي اسمها روت 6 اي اوفر روت 6 فالريزلت هتطلع اي لان هكنسل روت 6 مع روت 6 فهيتبقى لي اي. ده بيقول سمبليفاي اي باور 8 بلس اي باور 9. نفكها واحده واحده. الاي باور 8 دي ال 8
موجود في تيبل الفور، في جدول الفور اه موجود. يبقى اذا اي باور 8 هتطلع 1. طب الاي باور 9 دي اتصرف معاها ازاي؟ الاي باور 9 لو عملت 9 ديفايد 4 هيديني كام؟ 9 ديفايد 9 فيها كام 4؟ فيها 2 4s ويتبقى لي كام؟ 1. يبقى دي اسمها اي باور 1. يبقى اذا الاي باور 9 اللي هي اي، والاي باور 8 اللي هي 1، والريزلت بتاعتي طلع اسمها 1 بلس اي، هيفضل طول عمرها اسمها كده. ما ينفعش اجمع النمبرين دول مع بعض، يبقى طول عمره اسمه 1 بلس اي، لان دول ان لايك تيرمز. وبكده نبقى خلصنا الجزء الاول من الدرس الاول الجبرا انتروداكشن ان كومبلكس نمبرز. وان شاء الله المرات الجايه نتقابل على خير.